دخل داعش على قريتنا بغداد. وقت اللي دخل على بغداد أخذنا أنا وكمان في أشخاص تاني كانوا معي، أخذونا على الموصل. بالموصل قاموا ببيعنا، أعطونا لأشخاص معينين. طبعا ضلينا فترة هنيك، أنا ضليت فترة هنيك. بعدها قاموا ببيعي لسوريا للرقة تحديدا. تعرضت للتعذيب كتير، عذاب نفسي بالبداية كان، بعدين عذاب جسدي. بدي أعيش حياتي، بدي قوي حالي وشخصيتي، أعيش حياتي طبيعية. ما عندي لا بيت، ما عندي شيء، مثل ما شفتوا أبي عايش بمخيم، ما عندنا شيء. يعني إذا يعوضوني ماديا بس مشان إنه نقدر نعيش حياتنا. أن يكون هناك إعادة تهيئة، إعادة تأهيل لهذه الضحايا، تمكينهم ماديا، تمكينهم تعليميا، تمكينهم صحيا من جميع النواحي، لأن هؤلاء حقيقة عاشوا فترة وظرف لا يمكن تصوره إلا الذي يكابده. هذه يجب أن تكون محط اهتمام في برامج الحكومة القادمة وأيضا الفترة طويلة المدى. مشاعري هاي فرحت فرحة كبيرة، جبتوا لي إياها وشفتها، خلف الله عليكم ما قصرتوا وياي، وأني ما أنساكم حتى الموت. وشافت جت هنا على الموطن مالنا، طالب بس يريد لي فريد بيت أحسن أشتر بينه، ما عندي بيت، أريد أشتر بالبيت، وهاي العيشة نعيشها وهاي ما أشتر. الله ياخذ أمانته، بعدين الله كريم.